العريض أحيل مثل وكمثل الكثير في ملف المسمى تجاوزا واصطلاحا بملف التسفير. سي علي وقع سماع لدى باحث البداية ووقع الاحتفاظ به، ثم أحيل بحالة سراح. بعد حالة سراح وبعد سماعات، سماعه الأول أبقي في حالة سراح، السماع الثاني ارتأى قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حقه. بطاقة الإيداع هذه هي إشارة بدء لتنفيذ إيقاف تحفظي. يجوز له لقاضي التحقيق نظريا إصدار بطاقة لمدة 6 أشهر قبل للتجديد مرتين لمدة 4 أشهر. المشكلة مش هنا، المشكلة في أسس ومبررات القانونية والواقعية لإصدار مثل هذه البطاقة. من ناحية واقعية فإنه لا جريمة شخصية تنسب للسيد علي العريض، أصلا لم يواجهه بوقائع ثابتة قطعية الثبوت في شخصه، ومن الناحية القانونية ما ثم حتى شرط من الشروط المنصوص عليه في الفصلين 84 و85 من جهة الإجراءات الجزائية من قبيل المحافظة على وسائل الإثبات ومن قبيل ضمان تنفيذ عقوبة ونحو ذلك. إذا نعتقد اللي هي بطاقة غير وجيهة. السؤال اللي يجي مباشرة بعد هذا، ردنا على هالبطاقة، ردنا على البطاقة بالطبيعة سيأخذ اتجاهين اثنين. اتجاه إجرائي لابد من ممارسة حقوقنا في مواجهة البطاقة من قبيل مطالب الإفراج، من قبيل الطعون في القرارات الصادرة عن قضية التحقيق لدى دائرة الاتهام ونحو ذلك من الإجراءات المخولة بمقتضى مجال الإجراءات الجزائية. ومن ناحية ثانية لابد من الدعوة لوحدة جميع الاتجاهات الديمقراطية في هذه البلد، لأنه اليوم علي العريض غدوة اليسار اليمين، معناتها الإيقاف علي العريض هي إشارة بدء لحملة شعواء ستمس جميع الاتجاهات يمينها ويسارها، ما يجمعهم فقط معارضة الانقلاب. إذن تيارات المعارضة للانقلاب فيها ما يجمع أكثر مما يفرق، ما دام الجميع مجمعين على أنه توا في حالة حرب مع سلطة الانقلاب، في حالة ألا دولة، نجمع كلنا في أنه لا مستقبل مع قيس سعيد. بالتالي لابد أن تكون بطاقة الإيداع في حق سعلي العريض هي بداية لتوحيد الطيف السياسي في هذه البلد. هذه وقفة احتجاجية رمزية تنظمها حركة النهضة للاحتجاج على تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي ومحاولة هرسلته. للأسف اليوم جزء كبير من القضاء التونسي وأصبح قضاء تعليمات، وزيرة العدل هي التي تقوم بتحريك القضايا بالاعتماد على فصل يعني خلينا نقول مجهول في مجلة الإجراءات الجزائية، في فصل منسي وغير ما تعودناش من وزراء العدل السابقين أنهم يستعملوه، وخاصة لما تكون شبهة تدخل سياسي في الملف القضائي. اليوم الملفات القضائية اللي قاعدة تثار ضد حركة النهضة، وخاصة اليوم إيقاف الأستاذ علي العريض يتنزل في محاولة هرسلة القضاء والسيطرة ووضع اليد على القضاء والتحكم فيه. نسمع باستمرار في كلمات رئيس الدولة اللي أكد فيها على التدخل في القضاء وعلى محاولة توجيهه. فاليوم وقفنا للمطالبة مرة ثانية بأنه القضاء لابد أن يكون قضاء مستقل، ولابد أن يكون خاضع فقط للقانون ولضمير القاضي، بعيدا على أي تدخل من السلطة التنفيذية. بعد 4 أو 5 أيام من إيقاف الأستاذ علي العريض دون أي مبررات ودون أي تعليل قانوني، اليوم جينا باش نحتجوا على هذه الممارسة وباش نقولوا احنا رانا نعتبروا استقلال القضاء مكسب من مكاسب الثورة التونسية. ما زلنا متمسكين بعلوية القضاء التونسي وباستقلالية علوية القانون وباستقلالية القضاء، وجايين نعبر على موقفنا هذايا، وأيضا باش يكون هذا مفتتح لمجموعة من التحركات للمطالبة بتسريح القضاء وبتحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الدولة ووزيرة العدل. طبعا هذه من المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها الآن منذ 25 جويلية. الممارسة اللي قاعد تصير الآن داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها ممارسة غير مسبوقة. الآن نقل ملفات بالجملة وعرضها على القضاء تحت مسميات وعناوين مختلفة، ما هو إلا محاولة للهيمنة على الفضاء العام والتحكم في الفضاء العام وفرض سياسة أحادية وتسلطية.